صباح الخير أعزائي المتابعين، افتح لي الفن الصباحي لشركة وينزر بروكر هيقدمه لكم كريم مجدي. اليوم 6 سبتمبر 2019 هنتكلم مع بعض في الفيديو على مؤشر الداو جونز. طبعا امبارح كانت بيانات ايجابيه للدولار الامريكي مما رفع شهيه المخاطره بشكل كبير وادى لارتفاع المؤشر داو جونز والاسهم بشكل عام وكل الادوات الماليه اللي بتعتمد على شهيه المخاطره. طبعا ادى امبارح الارتفاع كان عندنا التغيير في وظائف القطاع الخاص الغير زراعي اللي بيصدر عن مؤسسه الاي دي بي او الاي دي بي نون فارم اللي ظهر بنتيجه افضل من المتوقع 195,000 مقابل 148,000 كان متوقع له. بالإضافة لمؤشر مدير المشتريات في القطاع الغير الصناعي اللي بيصدر عن معهد إدارة التوريدات الـ ISM ظهر بنتيجة أيضا أفضل متوقع 56.4 وكان متوقع ليه 54. وكمان كان عندنا أخبار طبعا مهمة جدا أدت لارتفاع مؤشر داو جونز، وهي أهمها إن في خلال الشهر القادم ومع بالتحديد مع بداية الشهر القادم أول شهر أكتوبر هيستكمل الولايات المتحدة الأمريكية والصين محادثات مرة تانية على مستوى عالي، هيتكلم طبعا بخصوص المشاكل التجارية والصراع التجاري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وده أدى طبعا لانحسار المخاوف والتوترات العالمية وأدى لارتفاع شهية المخاطرة خلال تداولات أمس. خلونا نشوف مع بعض التحليل الفني ونشوف الشارت ونشوف الداو جونز متوقع يروح لفين. إيجابية وتداولات طبعا بشكل كبير خلال الأربع أيام اللي فاتوا مع نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، رجع مرة تانية ومكمل معانا على مدار الأسبوع بالكامل زي ما حضراتكم شايفين. إيجابية أعلى 26,640، بيحاول يكسر 26,800 وهيقدر يعمل ده بعد اختباره ليها أمس. عندنا إيجابية على مؤشر السار، إيجابية على مؤشر EMA، إيجابية على مؤشر الفلات ترند، كمان الاستوكستيك بيتداول بشكل إيجابي ومؤشر السار بيتداول بشكل إيجابي. ثبات اعلى المتوسطات السعريه، المسافه بينهم اكثر من رائعه وتقاطع ما بينهم الاعلى، كل ده بيدل على قوه الاتجاه. ايجابيه اعلى خط الاتجاه الصاعد ناقص له فقط كسر 26,800 لمزيد من التاكيد، يبقى الاداء المتوقع والاتجاه المتوقع لمؤشر داو جونز هو الاتجاه الايجابي، شرط كسر 26,800 علشان يروح لل 920 واخر نقطه عند 27,40. مره ثانيه كسر 26,800 وراها 920 وراها 27,40، والسيناريو الاخر والمعاكس بكسر ال 550 علشان يروح لل 450 واخر نقطه عند 360. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.